طيب اوكي فك عشان الدار اسمك حلو خليك فل الدار اسمك احلى صح؟ ليه؟ يحتاج ثقافة، وأنت ما شاء الله مثقفة، ما يحتاج توقع أنك بتجيبين الجواب على طول. الآن إذا صرت مزكم أو مريض بشكل عام، هل الأفضل بشكل عام كل الأشخاص يعني بس أنا يزيزي بيقول بسم الله عليك، إذا كان الشخص مريض هل الأفضل أنه يتمرن أو ما يتمرن؟ الله، جواب استراتيجي من منطق علمي ولا توقع؟ منطق توقع اي منطق ايوه اذا عرقت تخف حلو اذا عرقت تخف هذا طبعا يعني من منطق علمي حلو حلو ان شاء الله هذا هذا منطق علمي حقي طبعا يعني عن تجربه حلو من منطق تجربه طيب انتم اعطونا العلماء يما يقولون او الدكاتره من خلال حتى بعض التجارب اللي اجروها يقولون اذا كان المرض في الرقبة وفوق يعني فوق الحنجرة كذا معناته عادي تمرن مثلا سبحان الله سيلان في الخشم أيا كان وإذا كان في التهاب في الحلق لكن خفيف إذا كان التهاب في الحلق في رأي قلبت عربي في رأيك يعني حاد أي حاد أو المرض تحت يعني مثلا في الصدر في المعدة في أي شيء من هذه الأمور هذا يرتاح وإذا كان فوق وتمرن لكن وجد انه يوم قام من النوم انه زاد عليه المرض هنا ايضا يوقف ما يستمر في التمرين واذا قام من النوم والتمرين كان جيد بالنسبه وكانت حالته ممتازه او افضل يستمر على ما هو عليه وان شاء الله مره طيبه طبعا ما يسوي اشياء صعبه يعني نفس اللي يسويها عاده مثلا لا يقلل يسوي شيء اقل بحيث ان شاء الله يعني ما يضر نفسه ان شاء الله اني افدتكم انا كل معلومه لاحظت ان بعضكم عنده نظريه اللي لا ما اوقف واحارب المرض بني العب رياضه لاني اذا استسلمت بيقوى على المرض او شيء من هذا القبيل والموضوع هذا خاطئ اذا كان فيك مثلا انفلونزا فانت بممارسه الرياضه او بحركتك بشكل كبير تنشر الانفلونزا فالافضل انك ترتاح سبحان الله الجسم تجد انه هو يطلب منك انك ترتاح فيجد يعطيك يخليك تكون خامل فتجلس وايضا ما تشتهي الاكل فسبحان الله يتفرغ الجسد في محاربة هذه الأمراض أو هذه الإنفلونزا.